احنا عندنا مشاريع كثيره في وزاره المواصلات والاتصالات، من ضمنها مترو اللي راح ان شاء الله يتم تنفيذه في 2023، ايضا بالشراكه مع القطاع الخاص. هذا مشروع طموح جدا وراح يفتح ان شاء الله ابواب الاستثمار للقطاع الخاص للمشاركه في تنفيذه، وفي الاخير تنفيذه ايضا راح يصب في المصلحه العامه وراح يوفر وسيله مواصلات نوعيه وفريده من ناحيه ان شاء الله الخدمه، ومن ناحيه ايضا فعاليه وسرعه وسيله المواصلات. فهذه المشاريع بشكلها المجمل لا شك انها هي تساعد في تطور البنيه التحتيه وتطور الاستثمار وايضا توفر فرص عمل كبيره للمواطنين. احنا عندنا مشاريع كثير الله يسلمك، مثل ما قلت لك يعني راح نعمل على مشروع المترو شغالين عليه، عندنا مشروع ايضا الجسر الملك حمد شغالين عليه، عندنا ايضا مشروع الخطه الوطنيه السادسه للاتصالات راح نبتدي فيها عن قريب، نشتغل مع المشغل العام للنقل العام على اساس توفير خطوط اضافيه اكبر وتسهيل عمليه النقل وتوفيرها لاكبر شريحه من المواطنين. فهناك كثير من المشاريع تتعلق بالبنيه التحتيه، في تطوير مدرج المطار واستحداث نظام هبوط الي على اخر ما توصلت له التكنولوجيا. فان شاء الله هذه المشاريع كلها راح تصب ان شاء الله في تطوير البنيه التحتيه في قطاع المواصلات والاتصالات.